والله انا اود نصيحه لابني، هو في بدايه الكليه في كليه دار العلوم جامعه القاهره. اود النصيحه لي من حضرتك، هو بيحب حضرتك حبا الله جما، يجمعنا وإياكم. ولكن هو ما بيذاكرش كويس، ما بيروحش الجامعه. ما السبب الحامل له على ذلك؟ نعم، لماذا لا يذاكر جيدا والكلية نافعة؟ كلية دار العلوم وهو نافعة. داخلها برغبته. أي نعم، وهي نافعة للتوصل إلى معرفة علوم الشريعة، نعم، هو للتوصل إلى. محب للشريعة ومتواصل مع حضرتك ويسمع الفيديوهات ولماذا يعني يتخلف عن الدراسة؟ والنبي يقول عارفين مش عارف. المؤمن القوي خير أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، نعم، قوي في كل شيء يعني. مش عارفين سبب الموضوع إيه والله. هل هو عين حسد؟ يرقي نفسه، نعم، ارقيه وليرقي نفسه أيضا، ارقيه يرقي ويرقي نفسه. الله، نعم، وادعو له، ادعو له. هو محافظ على الصلاة وصلاة الفجر بالذات كمان إن شاء الله ماله إلا خير، لكنه كسول على الشيء النافع، والنبي يقول احرص على ما ينفعك. هل رسول الله يعني يسعده أن تكون أنت في دراسة شرعية توصل إلى معرفة كتاب الله وسنة رسول الله وتكون فاشل فيها، أو يسعده أن تكون متفوقا فيها في جامعة توصلك إلى معرفة أوامر الله وفهم كتاب الله، فهم لغة العرب؟ هل الرسول يسعده أن تكون يعني أن تكون فاشلا راسبا، أو يسعده أن تكون مجدا في فهم ما يقربك من كتاب الله؟ أوقات كثيرة يكون نشيط ومحب للدراسة ويمسك الكتاب ويذاكر، ولكن ادعو له بالهداية، ادعو له بالهداية. السلام عليكم.